إذن في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام عبر قناة خالد بازيدان عبر اليوتيوب، في هذه اللحظات يسعدنا أن نستضيف الأستاذ فؤاد أحمد أحد الحكام البارزين في بطولة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود المودي 12. في البداية نمس عليك في قناة خالد بازيدان عبر اليوتيوب. حياكم الله. كابتن فؤاد أحمد، بطولة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز هذا العام قوية جدا، نحن نلعب في ثالث أيام الملحق، كيف ترى هذه البطولة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا ثاني يوم في الملحق أعتقد أو ثالث يوم، صراحة البطولة من بداية البطولة لنهايتها أو لنهاية الأدوار التمهيدية ترى من أفضل أو أصعب البطولات اللي أنا شفتها أو شاهدتها، وما كنت أتوقع زي كده. ترى المجموعات ما انحسمت إلا في آخر المباريات الأخيرة يعني بالذات يعني، وأشوفها بصراحة صعبة جدا جدا يعني. تفضل. كابتن فؤاد أحمد، مباراة شاطئ النصر من مكة المكرمة وفريق النادي العالمية، كيف رأيت المباراة في شوطها الأول؟ والله على قول معلقنا الشهير نار نار يا حبيبي ولع نار، صراحة مباراة من بدايتها يعني مشتعلة يعني كذا، شايفها مباراة من الطرفين يعني، وفي حماس زائد أنا أقولهم حماس مرة يعني فوق ما تتصور يعني، مباراة مشحونة جدا يعني، ما أعتقد أنها تنتهي كذا يعني، أنا أشوف أنها ما أعتقد أنها تنتهي كذا. تفضل. فؤاد أحمد أحد الحكام المميزين والبارزين في جدة، نشكر لك على هذا اللقاء الجميل. وأنا أشكركم وأشكر قناتكم قناة خالد بازيدان، وأشكرك أنت برضو، وأشكر المسؤولين عن القناة، أشكركم جزيل الشكر.